الآن أرض من الدنيا عليها ظلام كهذه الأرض، وقسم من الدنيا عليه نور تقلص عنه الظلام فتسلط عليه الضوء، وهكذا الضوء يتنقل والظلام يتنقل، وكل له كمية عند الله تعالى. النور له مساحة يتسلط عليها والظلام كذلك، وكل منهما يتحول من حال إلى حال. والشمس كما تعلمون عند الغروب يكون لونها حمراء، وعند طلوعها كذلك حمراء، وفي غير ذلك بيضاء. فخالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها، فكان يحتاج إلى من أوجده أخرجه من العدم ثم ينقله من حال إلى حال.